Discuss the validity of each statement. If the statement is always true, explain why. If not, give a counter example. For a sample of size 2, يعني عندنا x1 و x2 قيمتين بس. The sample standard deviation is equal to half the distance from x1 to x2. يعني standard deviation بيقول عايز يشيك هل هو بيبقى في نص المسافة؟ طبعا الإجابة هنشوف إن هي لأ. الكلام ده المين ينطبق عليه؟ المين يبقى في نص المسافة بين قيمتين، لو عندي قيمتين بس هجمعهم وأقسم على اتنين. ندي مثال، مثلا اتنين وأربعة، المين بتاعهم هنا ده المين اللي هو اتنين زائد أربعة ستة على اتنين. من هنا لهنا المسافة واحد، ومن هنا هنا المسافة، من هنا لهنا مسافة واحد. طب يبقى المين واقع على بعد نص المسافة from each data من x1 ومن x2، يبقى المين يقع في النص طالما قيمتين. لكن هل standard deviation هيساوي نص المسافة؟ يعني هيساوي واحد؟ هو بيسأل كده، هل standard deviation يساوي واحد؟ is standard deviation equals one في المثال ده؟ هنشوف طبعا ان لا، standard deviation بيساوي الجذر التربيعي ل x1 minus x bar على كل تربيع و x2 minus x bar الكل تربيع على n minus 1. ده القانون يطبق، هيبقى 2 ناقص 3 و 4 ناقص 3 2 ناقص 1 1 تربيع 1 تربيع يبقى، وده 1 يبقى 2، هيطلع جذر 2. هل الجذر 2 يساوي الواحد؟ لا، لا يساوي الواحد. فالستاندرد ديفيشن مش هيساوي نص المسافة اللي بين قيمتين، ولكن اللي يقع عند نص المسافة بين القيمتين هو المين. ما يساويش نص المسافة ولكن يقع عند نصف المسافة، والستاندرد ديفيجن ما يساويش نص المسافة، بيساوي جذر 2 من نص المسافة.